في برنامج الجدعان ريل استيت. في مشكلة كتير من المطورين العقاريين والمستثمرين ابتدوا يتكلموا فيها، وهي وضع اليد في الساحل الشمالي. لما نتكلم عن شركة سياد كونستراكشن فاحنا بنتكلم عن عملاق مصري في مجال التشييد والبناء، لكن مجموعة سياد هي أكبر بكتير من اللي الناس تعرفه. احنا كنا جزء من التأسيس بتاع فكر التطوير الصناعي في مصر كلها، فاحنا بنفكر بره الصندوق لما نيجي نتكلم على الفاسيلتي مانجمنت، ان احنا بنقدم انتجريتد فاسيلتي مانجمنت للسيرفيسز اللي هي اب اند بيوند، مش بس السيرفيسز اللي احنا متعودين عليها. مجرة جاية مع كل التايكونز ومنافسة شديدة جدا مع أكبر المولز اللي موجودة في منطقة الشيخ زايد. إزاي قدرتوا تبقوا مختلفين وتحققوا النجاح ده؟ إحنا مش بنتعامل معه لأنه جست كوميرشال فاسيليتي، إحنا بنتعامل معه على إنه هب، بنهوست بقى وركشوبس، حاجات فنية عشان أديفرينشيت نفسي عن الباقي. أنا مش عايزة أخش في الكومبيتيشن دي، أنا عايزة بعمل حاجة مختلفة. احكي لنا اكتر عن مجال الفاسيلتي مانجمنت وازاي بيختلف اداره منشاه عن الثانيه ومجال عن الثاني. يعني ايه جوده الاكل تطلع ما يكونش فيها غلط؟ ازاي تطلع الريسبي بتاعه الاكل اللي فعلا تساعد على شفاء العيان؟ يعني ايه تطوير صناعي؟ المطور الصناعي بيقدر ينفذ شبكات الداخلية، الدولة ما بتتحملش تكلفة الترفيق الداخلية، بيقدر ينفذها بشكل فيه فاعلية قوية وجودة عالية. كل هذا وأكثر مع غانم ومجدي وسراج في الجدعان ريل استيت الأحد من كل أسبوع في السابعة مساء على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.